عن مريض السكر اللي مصيبه بنفسه المهمل اللي بيقعد سنة واتنين وتلاتة لا يتناول العلاج أو بيتناول العلاج بشكل غير مستمر، ياخد شوية وقت شوية، ما بيحللش، ما عندوش جهاز تحليل سكر في البيت، ما بيزورش الطبيب بتاعه. هذا المريض قد يكون معرض إلى مجموعة كبيرة من المضاعفات. أول هذه المضاعفات هي مضاعفات القلب، وإذا كان التساؤل بتاعنا قد إيه مشاكل ممكن تحصل على القلب، هنلاقي إن 65% من الوفيات، وطبعا مش عايزين برضه نضايق المرضى لان ده لا يحدث في كل المرضى، يحدث في مرضى مهملين فقط. 65% من وفيات مرض السكر بتحدث نتيجه لمضاعفات على القلب والجهاز الدوري. الجهاز الدوري للجسم والاوعيه الدمويه، ومشاكل على الجهاز الدوري للمخ. الوقايه من هذه المشاكل لو انا بظبط سكري كويس، يبقى انا حقي نفسي.